السلام عليكم البنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم فيديو جديد. كما كتشوفوا غادي نهضر لكم على بعض المنتوجات من ميركادونا اللي مجربه واللي خديت من هاد المنتوجات هادو. بغيت نهضر لكم على واحد الطحين اللي دائما الناس كيسولوني كيقولوا لي اعطينا يعني شي طحين اللي كيكون كيقاد خاص غير بالحلويات، خاص غير بكرواسا وداكشي، يعني اللي يكون كيقادو يعني سبيسيال غير ديال الحلويات. المهم كنت وريت لكم هذاك الزرق حتى هو كنصوب به كيجيني زوين، غير خاصكم تعرفوا القياس ديال الطحين اللي غادي ديروا في حلوه. ولكن كاينين الناس اللي يقدر ما كيصدق لهمش بهذاك الازرق اللي وريت لكم، وبغيت نشارك معكم هذا اللي يعني خاص، يعني هذا اصلا كاتبينها فيه الا بديتوا كتقراو يعني خاص. كاينين جوج ديال الانواع، كاين واحد مخلط مع الخميره وكاين الثاني غير الطحين بوحدو. داك اللي مخلط مع الخميره ما شريتوش، ما عمري ما جربتوش، ولكن الا جربتو ان شاء الله غادي نهضر لكم عليه، نقول لكم واش زوين ولا لا. المهم اول حاجه البنات اللي غنهضر لكم عليه، كنت قلت لكم باللي غادي ندير لكم واحد المنتج اللي هو ماشي جافيل، يعني كما كتشوفوا مكتوبه فيه سين ليخيا ولا بلا جافيل. هو هذا البنات، هذا المنتج هذا كنحتاجوه غير الحوايج البيضاء. هذا البنات، هذا الماركه هذه شتها في ديال الالوان اللي كاين في ميركادونا، يعني هو غوز. هذاك خاص غير بالحوايج الملونين بحال مثلا الزراق، الخضار، الحوايج الملونين كتجمعهم كامل في الماكينه وفيهم الطبايع. هو انتي مانشا فيهم الطبايع كيحيدوه. نخلي لكم الصوره ديالو باش تشوفوا. هذا لا، هذا كتجمع الحوايج كلهم البيضين اللي فيهم الطبايع، مثلا بحال ديال الدراري الصغار، بحال شي عندك شي لبسه طيبتي بها داك النهار وشويه زلقات لك فيها المرقه ولا اي حاجه بحال هكاك. المهم هذا كيخلي الحوايج بيضين بزاف، ويعني ما كيخليهمش بعد المده صفرين بحال مثلا الا كنغسلو بالليخيه، يعني بالليخيه كما كنعرفوا ولا جافيل، بعد المده كيوليو الحوايج البيضين كتلاحظيهم صفرين، وبحال كيوليو بحال كيتكالو هذوك الحوايج، يعني كيتقطعوا بسهوله. المهم هذا ما عرفتش، ما رضيتش البال، ما شفتوش في ميركادونا، ولكن نفس الماركه نيوتريكس شفتو في ديال الحوايج الملونين في ميركادونا، هذاك اللي شفتو في الصوره. بالنسبه هذا الناس اللي باغيين ياخذوه، انا كناخذو من كاريفور، وكناخذو في السوبرات الصغار العاديين اللي كيكونوا في الاحياء، ولكن الا ما لقيتيش غادي تلقايه في كاريفور 100%. المهم الحاجه الثانيه اللي بغيت نهضر لكم عليها، اللي دائما كتسولوني الناس كتقولوا لي شي حاجه اللي يكون كيغسل التلفازه ولا البانطايه ديال التلفازه ولا طابليت ولا التليفونات ولا البي سي، هو هذا البنات من ميركادونا اللي كناخذو بثلاثه اوروقل ولا جوج اورو شي حاجه. المهم هذا زوين بزاف، كينقي البانطايه ولا الشاشه ديال التلفازه، وكينقي الشاشه ديال طابليت ولا البي سي. انا صراحه كنستخدمه كنمسح به البي سي وكنمسح به التلفازه، خصوصا مثلا الا عندك شي ولدك عنده طابليت ولا كيهز لك التليفون بزاف وبالبصمه كيخلي البصمات ديالو صراحه كيمسحو مزيان كيخلي كيبرق. الحاجه اللي بغيت نوصيكم هو انه هذا المنتج هذا ما كيطرش في التلفازه ولا التليفون ولا طابليت ولا البي سي كيكونوا مشعولين، خاصك تكوني خاص يكونوا مطفيين باش نتيا تستعملي هذا المنتج هذا. ثاني حاجه، هذا المنتج هذا ما كنقدروش نرشوه على التلفازه ديريكت، واخا تكون مسدوده ما نرشوش على التلفازه، اصلا كاتبينها في اللور ترشوا على واحد سميتو اللي كتمسحوا به نتوما التلفازه وكتنظفوا فيه به البي سي، اللي يكون ما فيهش الزغب ولا اللي يكون ما حرش، يعني يكون رطب وما كيديرش الزغب. المهم ترشوا عليه شويه وتمسحوا به البانطايا ولا الشاشه ديال التلفازه ولا الشاشه ديال البي سي، صراحه كيخليها كتلمع ونقيه بزاف، يعني بسهوله كينقي اي بانطايا ولا اي شاشه ديال التلفازه ولا البي سي ولا اي حاجه. المهم دابا غادي ندوزو البنات نهضروا على الدقيق ديال ميركادونا اللي صوبت به الحلوه، والمهم غادي نوري لكم الحلوه اللي صوبتها بها في اخر فيديو باش نتوما تشوفوا الحلوه بحال صدقات ليا بهذا الدقيق، صراحه زوين بزاف وصدقات ليا بحال البونجا، ويعني فاش كتخلطي الحلوه ما كتحسيش بها بحال ثقيله، كتحسي بداك الدقيق خفيف بزاف، والحلوه كتجي
هشيشه وخفيفه بزاف بحال البونجا. بالنسبه للدقيق البنات هو هذا اللي مكتوبه فيه ارينا دي فورسا. ارينا دي فورسا هي دقيق الفورس، ولكن كما كنعرفوا الدقيق ديال الفورس ولا الطحين ديال الفورس اللي كيتباع في المغرب كيكون اللون ديالو ابيض. المهم هذا استنتجت يعني اللون ديالو شي شويه غامق على اللون ديال الفورس ديال المغرب، ولكن فاش كطيبي الحلوه اللون ديالها كيكون، راه غادي تشوفوها في اخر فيديو، اللون ديالها كيكون زوين بزاف وكيجي يعني اللون ديالها ابيض، يعني بحال الحلوه اللي كنشوفوا في الباتيسري ولا كنشوفوا في باستيلاريا. كما كتشوفوا هذا كيدير ب 73 سنتيم، وخديت فيه يعني كناخذ فيه دائما بزاف فاش كنبغي نصوب شي كرواسه ولا شي حاجه. وكاين الثاني ديالو خاص بالبيتزا. بالنسبه للناس اللي باغيين الدقيق اللي خاص بالبيتزا راه كاين تما البنات، شي مره الا بغيتو نجربو لكم به ان شاء الله نصوب لكم به البيتزا ونشوفو بحال اش غادي تصدق. واخا انايا مجربه يعني حتى هو مجربه، خليو لي في الكومنتاريو لتحت ونجرب معكم اي حاجه. المهم البنات هذا البنات كيجي فيه كيلو وكيدير 73 سنتيم. بالنسبه للون ديالو البنات غادي نوري لكم، هذا هو هذا اللي كاين هنايا، انا غادي نوري لكم اللون ديالو بحال اش كيجي. كما كتشوفوا البنات كيجي اللون ديالو يعني ماشي بحال الفورس ديال المغرب كيكون بيض 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 بزاف. المهم كيجي بيض، ولكن اهم حاجه هو كيجي يعني كيتشتت دغيا، ما عرفتش كنقول لكم يعني بحال الا كتقيسي كيتشتت دغيا بحال مايزينا. هذا هو اللي خلا كيخلي الحلوه كتكون رطبه بزاف بزاف. بالنسبه للناس اللي غيقولوا لي، حيت كاينين الناس اللي كيتابعوني ما كياكلوش الجلوتين، هذا البنات كونتيني جلوتين يعني فيه الجلوتين. بالنسبه للناس اللي عندهم حساسيه في الجلوتين ما نصحهمش ياخذوا هاد ارينا ارينا دي فورسا. المهم اي حاجه باش كتعجبني انا اسبانيا، اي حاجه يعني كيحيد اي حاجه كيعلموك، مثلا كتلقاي حاجات كتقرايها كونتيني جلوتين ولا سين جلوتين. بالنسبه للناس اللي حيت كاينين بعض الناس اللي كتكون عندهم واحد الحساسيه في الجلوتين، فاش كياكلوها يعني كيمرضوا كتاثر عليهم. المهم هاد الارينا دي فورسا راكم عارفين الناس اللي كيتابعوني فيهم حساسيه في الجلوتين ما ياخذوش هاد ارينا دي فورسا، ولا عندكم شي واحد في العائله كي يعني عنده حساسيه في الجلوتين بلا ما تشرب، حيت هنا كما كتشوفوا في الاول خاصكم دائما الا بغيتوا تاخذوا شي حاجه تقراوها. وهنايا دايرين ما داير هنا اليرخينوش يعني ما ياخذوش هذا الدقيق هذا راه فيه الجلوتين. دابا غادي ندوز نوري لكم المنتج اللي قلت لكم في العنوان، كينقي الزرابي 100% يعني كيخلي لك الزرابي واعرين نظيفين ومجرب. هذا يعني هذا دائما كناخذو باش نغسل به الزرابي. بالنسبه للناس كنغسل به الزرابي وحتى كنستعملوه في الكوزينه، يعني ماشي غير الزربيه حنا يعني حتى في الكوزينه، ولكن الريحه ديالو قاصحه ولا الريحه ديالو شي شويه فورتي كتشم بحال ديال امونياكو. والا بغيتو تغسلوا به الزربيه انصحكم تستعملوا لي غوانتيس ولا الصباعيات. وبالنسبه للناس اللي عندهم شي ضيقه ولا شي مشكل في التنفس ولا في الريه نصحهم يبعدوا على هذا المنتج هذا، حيت شي شويه مجد. واخا يعني انا غير كنصيحه، واخا يعني انا ما دايرينش باللي الى شي حاجه ولا شي حاجه راه غادي ياثر عليك. المهم انا غير كنصيحه واخا هما ما يكتبوها، نصيحه مني يعني لا عندك شي مشكل في الصدر ما تاخذيش. المهم هذا البنات هو المنتج اللي كنغسل به الزرابي، صراحه 100% واعر كينقي الزرابي بحال الجيده، ويعني ما كتحسيش بها يعني اي اوساخ. بحال مثلا الزربيه اللي عندك الوليدات الصغار وسخوا لك الزربيه، ولا مثلا بصدفه تلاح الكاس ديال اتاي ولا شي حاجه ولات لك ديك البلاصه صفراء، تقدري تغسليه بهذا. اشنو كندير انا؟ كنغسلو بواحد الشيتا ولا بواحد الشطابه بحال ما كنغسلو اي زربيه، وكنغسلها مزيان 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 حتى كنحكو بها عاد باش كنبدا نشلل هذيك الزربيه وكنشرها. المهم هذه هذا صراحه واعر بزاف، برودوي زوين للزرابي.
بالنسبه للناس اللي كاينين بزاف ديال الناس كي مثلا كيغسلوا الزربيه بهذاك ديال الصابون وشويه ديال الجافيل وداك الشيء، ولكن نصحكم بهذيك الطريقه ما تقدرش تنقي لكم الزربيه 100% بحال ما هذا البرودوي هذا. صراحه هذا البرودوي هذا دائما كيكون عندي في الدار، كما هنايا دايرين لك تاخذي غير جوج طاسات بحال مثلا جوج طاسات بحال الثمانيو ديال بحال القد ديال القهوه، وديري في واحد 5 لتر ديال الماء بارد ومن بعد تحكي به الزربيه ديالك وغادي يعني كينقيها 100%. المهم البنات هذا هو الفيديو ديال اليوم، نتمنى يعجبكم ونتمنى تكونوا استفدتوا معايا. اي سؤال ولا اي حاجه بغيتوا تسولوني خليوها ليا في الكومنتاري لتحت، ولا اي حاجه بغيتوا نهضر لكم عليها خليوها ليا في الكومنتاري لتحت. وبسلامه حتى المره اخرى ان شاء الله. بسلامه.